السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إيه إبراهيم. يلا نكمل الخاتم، وكمان هنشتغل طريقة باترن جديدة موجودة في الراينو جولد. يلا نشوف إزاي. أول حاجة نعمل اكستراكت ايزو كيرف في الميد، ومن الراينو جولد هختار جينس باي كيرف. نختار مقاس الحجر 1.2 والعدد، ومن هنا هختار ده علشان الأحجار تبقى في النص، الفراغ على الجنبين يبقى قد بعض. بعدين هختار برونج ان لاين وادوس شيفت واسحب الكرة الصفرة دي. هزود بس الارتفاع شوية، انا عايزه احرك البرونج ده لوحده فمش هدوس شيفت، هتحرك الكره بتاعته لوحده، فالبرونج ده بس اللي هيتحرك والباقي زي ما هو. وندوس اوكي. هعمل سيلكت للاحجار والبرونجات وهحركهم 0.65 حيث لو عملت ميرور صف الأحجار يبقى ليه مكان الناحية التانية بالظبط. ونعمل كوبي باستخدام Alt واكتب في الجامب بول المسافة وهكذا. بعدين ميرور، هنيجي من الجنب هنزل البوردر ده شوية علشان الباترن ما تدخلش على الأحجار، بعدين هختار دايناميك تيلينج من هنا هقلل السماكة 0.6 ومن هنا بختار عايزاهم يبقوا في نص السيرفس ولا فوقيه ولا عليه بالظبط، انا عايزاها على السيرفس بالظبط. وندوس اوكي. هشيل الوحدات الزيادة دي بس كده. بعدين ميرور، بعدين هعمل اكسبلود لان السيرفس ده مقسوم فهختار ميرج سيرفس، ومن هنا هختار جيلي. هختار الباترن دي تمام بس هحركها شوية علشان تبقى في النص بالمنظر ده. وندوس على علامة العدسة وأوكي. في كور زيادة هدلتها ومن هنا هعمل باي علشان تمسك البتر هنا. علشان اعرف احط الورد محتاجة اعمل سيرفس طوله وعرضه قد بعض، فعمل اكستراكت ايزو كيرف وهقيس اللينس بتاعه وهحرك الخط ده منتصف المسافة.
ونعمل مرور. بعدين بول على السيرفس ولوفت. هختار دايناميك تيلينج تاني والعدد هخليه 1 هنا وهنا والسم. هختار شكل الوردة. المرة دي انا عايزاها تبقى في منتصف السيرفس فهختار ده. وندوس اوكي. هي طلعت مقلوبة فهستخدم روتيت 3D. نختار نقطتين محور الدوران ونلف لغاية هنا. بعدين هاخد كوبي بالضغط على Alt ونكتب المسافة. هرفعها لفوق شوية بعدين ميرور. لو ملاحظين هنا السيرفس بعد الفلت في جزئية زيادة ممكن تعملي مشكلة لو عملت اوفست. هحركه هنا علشان تشوفوه. منتهى البساطة هعمل خط بالطول كده وبعدين ترم. هرجعه مكانه. وجوي وأوفست صرف. لو جينا نبص من تحت الاتنين تاتش البعض متصلين بخط واحد بس كده هي ضعيفة. علشان تبقى أقوى ما تتقطمش هستخدم سوليد كنترول وهحرك النقط دي كده بس كده وما حصلش اي تغيير من فوق بس بقت اقوى. بعدين هدلت ده ونعمل ميرور. نعمل قطر للأحجار استخدام قطر استوديو. بعدين بولين ديفرنس. اتأكد ان مفيش نيكد ايدج. تمام مفيش حاجة. وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد وقولنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.